بنرحب بيكم مره تانية اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي لكابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، كابتن علي عبد الرحمن، وكابتن احمد بدر. نور السنه وحضرتك طيبه كابتن، وبدايه ان شاء الله الموسم جديد، نامل ان هو يكون، طبعا احنا بنحاول ان هو يكون بدون اخطاء تحكيميه. ومناسبه التحكيم، شفت المباراه حتى الان ازاي في الاسبوع الاول؟ طب خلينا الاول بس نبارك النادي الاهلي الاول ماشي. على الاداء وعلى النتيجه وعلى الاداء الرائع، حتى استمتعنا طبعا بالمباراه، ونقول هارد لك للنادي الاسماعيلي. حضرتك بتسال سؤال عن شوف التحكيم ازاي بقى؟ التحكيم الاسبوع الاول، الاسبوع الاول كابتن ايمن، هو خلينا نقول اول يوم، يعني تقريبا اول يوم كان الكابتن علاء مر بشكل كويس، يعني كان في اخطاء بس ما كانتش مؤثره في نتائج المباراه. والله كان في خطا مؤثر برضو بعض الشيء يا كابتن. احنا بنتكلم في اول يوم كابتن، لسه اول يوم غير ثاني. اول يوم ما كانش فيه، كان في مباراه مرت بشكل كويس كابتن، مش اول يوم كان السموحه والاتحاد. ما انا هتكلم اهو. طيب لا، ايوه، حاله من الحالات الجدليه اللي هي ركله الجزاء اللي هي بالزبط. كانت في اخر المباراه اللي الحكم حسبها من بره والفار رجع قال له المخالفه من جوه. دي يمكن اول مباراه الحاله الوحيده اللي كانت فيها مشكله او حاله كانت جدليه كابتن. تاني يوم وهي كانت مباراه الزمالك بالامس، وكانت ام بي والزمالك. لكن هذه المباراه طبعا يعني شهدت اخطاء تحكيميه، وخلينا نتكلم بكل وضوح كابتن بلال كابتن علاء، هنا في نقطه مهمه جدا، قناه النادي الاهلي كابتن احمد هنا، والله والله بنقول بمورد الله، وهنا قناه الاهلي احنا بنقف مع الحكام وداعمين لجنه الحكام وبنسند التحكيم المصري، واحنا لما بنجيب الاخطاء كابتن علاء مش هدفنا ان احنا نجيب اخطاء عشان نقول الحكام اخطات، احنا بنجيب الاخطاء وبنحاول نعالج مشاكل الاخطاء دي وبنحاول نطور من اداء التحكيم. ولكن مباراه بالامس كابتن علاء يا كابتن ايمن كابتن شريف، هناك شهدت بعض الاخطاء التحكيميه الكثيره، خاصه لما تيجي انت النهارده بتدي دقيقتين في الشوط الاول وقت بدل ضائع. دقيقتين ممكن يكون في لاعب اصيب خد دقيقه، يبقى في الاخر خالص لما اجي انا افنش نهايه الشوط الاول يبقى في الدقيقه 48 بفنش يا كابتن احمد مزبوط. المباراه لما نيجي نقول ان الدقيقه 50 تم احتساب ركله جزاء غير صحيحه بالمره، الكل اجمع يعني هي كتلت بحثا لا توجد ركله جزاء بكل المقاييس، يعني لو قلنا ان هناك مخالفه تسبق ركله جزاء، يعني اولا حد هيقول لي المخالفه الاول ولا اللي تمت قبل ركله جزاء؟ كان هناك في دفع واضح جدا من الجزيري لمدافع امبي قبل احتساب الركله، صح؟ دي واحده. طب هتقول لي الدفع بسيط او مش بسيط؟ لا، هم كانوا اثنين مهاجمين واثنين مدافعين يا كابتن احمد. الجزيري النهارده دفع اللاعب المدافع، الدفع النهارده انا رايح لكورتي او رايح اعمل ادافع او اتنافس، الدفع دوت خلاني اسقط، وبالتالي في مخالفه طبقا للبروتوكول. لو هناك مخالفة قبل ركلة الجزاء لابد ان انا ارجع احسب المخالفة. هنا الحكم خلى اللعبة تواصل، ثم حصلت لعبة اوباما اللي هي حصل فيها السقوط. السقوط دوت هو سقوط مصنوع، لا توجد مخالفة، لا توجد احتكاك، لا توجد اي شيء من الاشياء اللي اقدر احسب عليها مخالفة. وهنا الحكم حسب ولم يشاهد التفاصيل. طب احنا ما فيش مشكلة عندنا، الحكم خد القرار محمود ناجي، لكن هنا بياتي دور الفار. يعني احنا قلنا الفار ليه موجود يا كابتن احمد؟ عشان يصحح ويحقق العداله التحكيميه، بان كان يجب على الفار سريعا نتكلم استدعاء الحكم. يا سيدي هات الحكم من فضلك وهو يرجع يشوف هل المخالفه تستحق ركله جزاء ولا لا، هل المخالفه تسبقها مخالفه من لاعب الزمالك ولا لا. طبعا دوت ما حصلش، وتم تسجيل هدف من ركلة الجزاء. طبعا ده خطأ، كان خطأ واضح، لا يوجد هناك ركلة جزاء خالص. الحاجة الثانية كابتن، واحنا بنتكلم في الهوية الخاطئة كابتن احمد، انا حكم او كابتن احمد بلال حكم، جيت تدي انذار لكابتن عادل، رحت مدين انا، انا ما ارتكبتش مخالفة، ايوه كابتن عادل، انا هنا مين يصحح الخطأ؟ دي حصلت امبارح بالظبط، مظبوط، الفار والفار ما تدخلش كابتن. لاعب نادي الزمالك اعترض مش عايز اقول لك عليه اعترض بصوره يعني مبالغ فيها غير يعني، والحكم هنا كان يجب ان يكون ليه دور، يعني احنا بنتكلم في شخصيه الحكم، لا تسمح ابدا حتى لو انت مخطئ لا تسمح ان اللاعب يعترض بمثل هذه الاعتراضات الكبيره. وعايز اقول لحضرتك حاجه يا كابتن، في اللحظه ديت
ممكن الحكم هو طبعا كل اللي في باله ان محمود علاء هو اللي عمل الفاول هو اللي يستحق الانذار. ممكن تطرده. ممكن بعد اعتراض كمان محمود علاء اللي هو كان زايد عن حد ممكن يديله كارت احمر. انذار في كارت احمر. بالظبط. انا النهارده بتكلم في الفار، طب الفار احنا بنتكلم في اربع حاجات منهم تحديد الهويه الخاطئه، لو انا زي ما قلت كابتن احمد بلال الحكم جه يدي عادي راح مديني انا. انا بلحقه بقى في الفار اقول له لا اللي ارتكب مخالفه مش نصر عباس ده على بعض. يعني عاوز اقول ان كان هناك اخطاء كثيره ولكن بنقول نتمنى التحكيم يمر في الفتره اللي جايه بشكل كويس.